تم مساء أمس بمحافظة أسوان سفر الفوج الأول لحجاج وزارة السياحة والذين سيؤدون مناسك الحج لهذا العام. التفاصيل مع الزميل أشرف عباس. وسط حالة من الفرح والسرور لحجاج بيت الله الحرام وزويهم من أجل أداء مناسك الحج هذا العام، أقيمت مساء أمس بمدينة أسوان حفل تكريم الحجاج المسافرين للأراضي الحجازية ضمن وزارة السياحة والآثار بعد انقطاع دام عامين متتاليين بسبب انتشار وباء الكورونا. كل عام الحمد لله بفضل الله تعالى يعني بننظم الحفل، يعني العام الماضي كان نظمنا الحفل في عروس النيل، وان شاء الله برضه السنه دي بحابب ننظم الحفل هنا. طبعا وزاره السياحه بتوفر يعني ثلاث انواع من انواع الحج، في الحج البري، في الحج الاربع نجوم، في الحج الاقتصادي. وال يعني الاعداد، لا الحمد لله الاعداد يعني السنه دي غير السنه اللي فاتت. طبعا كان السنه اللي فاتت واللي قبلها كان جائحه كورونا، فكان في تخفيض للاعداد، لكن الحمد لله السنه دي المملكه العربيه السعوديه فتحت الاعداد زي الاول، وان شاء الله يعني بنتمنى كل مشتاق ان شاء الله يحج باذن الله تعالى. يعني الاعداد الاقتصادي طبعا اكبر فئه اللي هي على اساس تناسب دخل الاشخاص ودخل الناس في الشعب يعني. والبري طبعا يعني 130، يعني الاسعار محدده من الدوله، البري 130,000، الاقتصادي 175,000، والاربع نجوم في فئات، فيها صف اول في صف ثاني اللي هو 275 وفي ب 325. دي الاسعار اللي يعني المعلنه من وزاره السياحه لهذا العام. يعني بالنسبه للسفر بيكون عن طريق الطائرات ام البواخر؟ والله هو في ثلاث انواع زي ما قلنا، في البري اللي هو عن طريق الباصات بتجي طبعا على نويبع، من نويبع الاردن للمملكه العربيه السعوديه، وفي الطيران اللي هو طبعا خمس نجوم بيبقى مثلا بنوفر برضه راحه للحجاج بتوعنا من اسوان لمطار القاهره ومن مطار القاهره لمطار جده، يعني كلها برحله طيران. والاقتصادي كذلك، بس طبعا بيفرق في عمليه السكن هناك، الخمس نجوم بيكون مطل على الحرم، الاقتصادي بيكون يعني مثلا 800 متر 1000 متر 1250 متر الى حد ما، يعني في هذا المستوى. يعني الناس ابتدت تتكاثف باعداد هائله هذا العام، والحمد لله يعني نحن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ان احنا لبينا كل احتياجات المعتمرين ونحن اسعدناهم من فضل الله. طبعا النهارده احنا بنحتفل بالفرحه اللي هي بينتظرها كل مسلم في جميع انحاء العالم، الا وهي حج بيت الله الحرام. هذه الفرحه وهذه السعاده لا توصف. والله يعني يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا واياكم وكل المشاهدين بحجه بيت الله الحرام. طبعا بيختلف، طبعا كان الاستعداد بتاعنا من فضل الله كان على قدر عالي من المسؤوليه، والحمد لله فضل الله نحن وفقنا في هذا التجهيز وهذا التحضير لهذا العام. الاعداد زادت طبعا بسبب ان الريال رفع، طبعا كانت الاسعار في ازدياد، لكن احنا من فضل الله قدرنا من فضل الله ان احنا نحافظ على اسعارنا، نحافظ على تميزنا في الاسعار اللي هي التي بنكون فيها اقل من السوق، وعشان خاطر بقدر المستطاع ان احنا نحتوي ونضم اكبر شريحه في المجتمع تعتمر بيت الله الحرام وتحج بيت الله الحرام. وطبعا احنا برضك عملنا موضوع جميل اللي هو التقسيط للمعتمرين عشان خاطر ان احنا نسهل على بعض الناس اللي هم غير قادرين ان هو يدفع المبلغ نقدي. طبعا احنا عملنا برضك في المواسم اللي هو موسم شهر رجب وشهر شعبان اسعار جميله جدا، يعني احنا طلعنا في برامج ب 22900 و25900 وده ما حصلش، ده لم يحدث. جبنا طياره كامله في مطار اسوان ب 945 معتمر كل 15 يوم كنا بنسلم رحله ونودي رحله. وفي عمره شهر رمضان نزلنا في مطار اسوان طيران مصر طيران، الحمد لله بفضل الله احنا وفقنا بفضل الله الى حد كبير وقدرنا ان احنا نريح الناس وان احنا ما نتعبهمش. ويشمل حج وزاره السياحه والاثار هذا العام ثلاثه اقسام، هي حج اربع وخمس نجوم، حج اقتصادي. انطلقت على مستوى محافظة أسوان حج سياحي لوزارة السياحة والآثار من أجل تفوج 11 حجا وحجة على مستوى المحافظة. كان معكم من مدينة أسوان أشرف عباس، القناة الثامنة، قناة طيبة.